ما قاعد اشوف وين الوزارات من هذا الالتزام. ايش كم قضيه، ايش كم ملف انفتح، ايش كم تحقيق وصلنا فيه الى ادانه. شو الاجراء اللي صار؟ انا لا اشكك فيما قاله السيد الرئيس، وراح اهديك اول ملف من ملفات الفساد الكبيره تحط ايدك بيدنا توكل بالله. طلع من مزاد العمله 30 مليار، وين فواتيرنا؟ ولكم حتى لو تاكلون فلوس تتغدون فلوس، هاي الراد لها مليار سنه يلا تخلص. كل الفواتير المقدمه الى البنك المركزي هي فواتير مزوره. البنك المركزي هو الذي قام بالتغطية على هذه الشركة. هاي الحلقة الأولى راح نفضحكم كلكم.